عم دفع لك عن حقوقك. ايه عن جد جوع جوع ما بعرف. في هم تضلك حتى تقدر ترويقة تحكي. وقلت لهم لا انا بلقيس تعمل لي ترويقة كل احد ولا اطيب. طيب هلا يلا على الطريق. خلص صرنا وقت برانش هلا غدا كمان. تو وين وين؟ عن جد يعني. يلا شو بدنا شو بد ما بتخلصي شو ما عملتي ما بتخلصي من عنده. اوكي. اليوم رح نحكي عن مثل ما قلت لك نحن اليوم رح احكي عن الامباكت تبع الفلومه كيف بتجي على الموسيقى والامباكت تبع الموسيقى على الفلومه، يعني انا اذا دغري بدي احكي عن الامباكت تبع الميوزك قد ايه كان عندها افكت. هي بلشت ديك مش بلشت اكثر شيء كانت معروفه فورست جامب، فورست جامب الفيلم اللي وقتها انعمل حضرتي اكيد ون اوف ذا كلاسيكس، يعني اذا حدا مش حاضر فورست جامب خليه يحضره. هون بلش الامباكت بتحس تبع الميوزك، لانه الارتست كل الارتست قد ما انشهر فيه فورست جامب كل الارتست اللي غنوا الساوند تراكس بالموفي انشهروا وصاروا في عندهم بلاتينوم تايتلز. اليوم رح نحكي نحن عن فيلم سوسايد سكواد. سوسايد سكواد هو ون اوف ذا توب موفيز كان فيري انتسبيتد، طلع هيديك السنه بال 2016. سوسايد سكواد بدك تعتبري مثل انه كيف عندك انت الهيروز مثل سوبرمان وباتمان، في عندك انت كمان المش هيروز، يعني بيكونوا عندهم سوبر باورز بس بيكونوا ذا باد جايز. بيصير شيء بمدينه نيويورك، بدهم يحرروا مدينه نيويورك، بيجوا بيعملوا سوسايد سكواد، يعني هو سوسايد لانه بيعطينهم انه بركي ما يرجعوا بركي يموتوا، يعني رح ينتحروا، بيعطينهم للناس مش هيروز، بدك تعتبري خمس ست اشخاص رايحين ليحرروا نيويورك. وطلع الفيلم كثير انشهر الفيلم، في عندك هارلي كوين ويتش از ون اوف ذا موست فيمس كاركتر صارت، كل الناس جربوا يقلدوها يعملوا زيت الشكل ياخذوا زيت الكتاب. هون بلش الفيلم مثل ما قلنا كثير ناطرينه. هلا انت عم بتخبرني الفيلم لانه تتكفر عن ذنوبك انه ما نطيت. هلا رح نحضر نحن عندنا ميوزك فيديو صغير بركي بتعرفي الفيلم اي بتعرفي، لانه كمان الميوزك فيديو حتى انا جيبه احضر. اوكي صح هي الميوزك فيديوز كمان اللي تصوروا لفيلم سوسايد سكواد يعني تركبت لاغاني والارتست فاتوا مثلوا بفيلم سوسايد سكواد، يعني بدك تعتبري انه كانه عملوا فيلم صغير بهالثلاث دقائق. اوكي بنبلش بالميوزك فيديو؟ بنبلش بالميوزك فيديو. ستريست اوت غنيه هي اللي بلشوا فيها 21 بايلوت، عملوا الغنيه حبوا صوتهم حبوا الستايل تبعهم عملوا هالغنيه. هون الباند تبع 21 بايلوت عملت البوم تبعها من ورا مين؟ من ورا الموفي، يعني كانوا هن عاملين غنيه قطعناها نحن فتره 21 بايلوت اسمها ستريست اوت، فيديو كثير مهضوم، ستايل تبعهم اتس بوب ميوزك بس اتس ديفرنت بتحسيه، يعني الغنيه بتعلق بالراس اكثر. اخذون وعملوا هالغنيه وعملوا هالفيلم. بتلاحظي انت الميوزك فيديو اللي مصور تبع غنيه هيسنز هيدا اللي اسمها اللي حضرناها نحن مصوره بالميوزك فيديو قبل فيلم، يعني هن مصورين بارتس وعم بتشوفي انت البارتس الاصليه اللي بتحضريهم بالموفي.
بتلاحظي اذا بتلاحظي الكاركترز المشهورين، نسيت اقول انه سوسايد سكواد هو ربح الميك اب تبع يعني البست ميك اب بالاوسكارز هالسنه. اوكي يعني كان في عندك بس كان في كثير افلام عشان هيك يعني هيدا ما لحقنا، مش عم نلحق نحضرهم كلهم. اكيد ما انا اول شيء سالتك قلت لي ما لحقتي. اكيد يعني عن جد في فلومه كثير هلا في عندك بمارتش، في كثير فلومه كمان طالعين، بس بدك تعرفي قد ايه يعني في كثير ناس بينزلوا مثل وقت تكون عم تتعشى عم تتغدى بتسمعي غنيه بتشيلي دغري شازام بدك تسمعي الغنيه شو اسمها بدي اعرف شو هي بتبقري. نحن عم نحضر فلومه صرنا نشيل شازام بنسمع الغنيه شو هي بتصيري تفوتي اكثر. يعني هلا رح اسمع غنيه اسمها يو دونت اون مي، هي جريس جي ايزي شخصين عم بغنوها. رح سمعي كل الغنيه الريمكس، انا من وراها رجعت رحت لاسمع الغنيه الاصليه. أوكي. لانه الغنيه بتحسيها كثير حلوه. رح نسمع اول بارت منها. سمعنا. And I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broke hoe. You don't own me. I'm not just one of your many toys. هلا عم نسمع هالغنية You Don't Own Me الجديدة اللي انعملت نزلت ب 2016 كمان راح تفت على الفيلم. يعني موفي ما بعتقد بيزبط او بيخلص الا ما يكون في عندك خلص اكيد الساوند تراك تبعه. وفي ناس يعني في عندك ناس انشهروا من ورا الساوند تراكس. يعني اذا انا بدي احكي عن ون اوف ذا موست فيموس بيبل هو هانز زيمر، بدك تعتبره هيدا بيعمل يعني بيعمل اوركسترا ثلاث ارباع الفلومه وصار معروف الناس. يعني وقتها هانز زيمر عم هيز بلاينج ان موفي، يعني هو الساوند تراك هانز زيمر، يعني ذا موفي از جود. اوكي يعني خلص الفيلم مرتب. يو دونت اون مي الغنيه الاصليه، يعني انا مورا الغنيه تبع سوسايد سكواد وقت حضرته سمعت يو دونت اون مي رحت على الغنيه الاصليه هي لشخص اسمه ليزلي جور كثير مشهوره 1964 عملت الغنيه. اف في اغاني بالبال مش معقول في اغاني يعني يو دونت اون مي I'm not just one of your many toys. يعني سمعتك شقفة كثير قصيرة من الغنية بس لتشوفها قد ايه الأغاني عن جد يعني انعملها مثل ريمكس صغير، تركوا زيت الكلمات، تركوا زيت اللحن، بس شو عملوا؟ زادوا بدك تعتبري بارت هيب هوب ار ان بي على الغنية ليغيروا فيها، بس بقيت زيتها الأصلية بتحس إنه أنا عم بسمع الغنية الأصلية. أكيد ذاتس ذا بارت. هون بتلاحظي إنه قد ايه في عندك الميوزك الإمباكت. نحن من ورا الغنية من ورا سوسايد سكواد رحنا سمعنا رجعنا للغنية من 1964 عم نسمعها لليزلي جور لأنه بدنا نسمع الغنية الأصلية. يعني في عندك الناس عندهم الحشرية كثير بتجي للموسيقى ليعرفوا المصدر الأساسي تبعها. بس أنا لأنه انعملت حلو، لو انعملت بشع كانت ما حدا فتش ولا بده يعرف شو هي الغنية ولا بده يسمع فيها. دائما يعني بياخذ ريسك الواحد بهال اكيد يعني يور تيكينج ريسك. حيلا غنيه بتاخذيها عم بتغيريها دائما، حتى اذا بتفوتي على يوتيوب تحضري. يعني انا بتابع اكثر شيء من طريقه اليوتيوب بشوف الكومنتات على الاغاني، بتلاحظي انت في ناس بحبوها كثير للغنيه، كثير بيقول لك انه بتعقد الغنيه احلى من الاصليه، في ناس بيقول لك دائما انه الاصليه احلى، يعني حسب هي مثل ذوقه لشخص. حسب واحد شو معود، شو هو بحب، شو صح بس في اغاني يعني دائما بتروحي على الاصلي بتقول لا هيدا احلى شيء. رح نسمع بعد غنيه بعتقد هيدي كمان رح نسمع غنيتين بعد لازم يقطعوا معنا. هيدي من بانيك ات ديسكو بس الغنيه الاصليه من شخص ثاني. It's just fantasy caught in a landslide no escape from reality. يعني هالغنية
غنيه بس بدي اعرف مين بالكنترول عيط ماما بس زعل هون. هالغنيه بوهيمي رابسدي يعني عن جد هالغنيه اتس ون اوف ذا توب كلاسيكس يعني للغنيه تنحط وهيدي غير فيرسيون من الاصليه للغنيه تنحط بفيلم This song يعني انت عم تاخذي الرايتس اول شيء تبع الغنية اللي تقدر تنحط ما فينا نحط نحن حي الغنية لازم يكون عندك مثل اذن من الاستوديو اللي طلع الغنية اللي هو اللي عنده الرايتس تبعها لتقدر تحطيها يعني لفيلم بتلاحظي الاغاني اللي بيستعملون الكواليتي اوف تبع الميوزك اللي بيستعملوها بتحسي في عندك بادجت هيوج بادجت للموسيقى وبتلاحظي بتصيري بتحسي اذا الفيلم از جود اما لا مثل ما حكيت عن هانز زيمر يعني هانز زيمر اللي يجيبوه عن جد بياخذ مليونز اوف دولارز ليعملوا الساوند تراك لانه كل غنيه بياخذها بتطلع بحدود ال 20 دقيقه بقى يعني هو عمل فيلم انسبشن هو عمل فيلم راش هو عمل فيلم لاست ساموراي بنعمل عنه حلقه كمان يعني تايتانيك هو كمان داخل فيه كمان بقى بتلاحظي انه الفلومه خلص بتشوفي انت الاسم او تسمعي الغنيه بتقولي انه في شيء مشغول ذا موفي از جود مش انه عندك حيلا ارتست عم بغنيها رح نسمع اخر غنيه كنت عم بحكيك عن انا فورست جامب عم بحكي عن فورست جامب هيدا الغنيه كانت اتس ذا مين سونغ تبع فورست جامب الغنية اللي عم نسمعها البارت تبعها اصلا الغنية من وين من حرب الفيتنام اللي صارت بين الجيش الامريكاني وبالفيتنام هون طلعت الغنية كانت غنية اتس مينلي سانج بالجيش هون كمان رجعت لعبت بفيلم فورست جامب لانه كان هو كمان مشارك بحرب الفيتنام ليحكوا عنها الغنية وهلا عم ترجع تقطع بهالفيلم يعني هاي غنية عم نحكي وان سونج عندها 3 ايفنتس قطعت عليها وان سونج ريليتس لكل الناس اللي بيحبوا الموفيز بيقول لك فورست جامب بيقول لك الحرب اللي صارت بالفيتنام يعني بتلاحظي مثل ما قلنا الميوزك قد ايه صار عندها امباكت قد ايه غنيه وحده فيها درتك لمحل 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 بينعرف قد ايه اتس ذا موفي مشغول عليه من شغله بسيطه هي الموسيقى بسيطه هي الموسيقى هذا الحلقه اليوم تكون حبيت تكون حبيت الموسيقى منوعه كثير مرسي اشوفك جمعة الجاي الله رد الله رد حاحطك هلا حتى تروح تتروق رايح ما بدي اخلص لروح اكل لانه شايف عماد مدير المسرح قضى على الاكلات ما بفتكر رح تخليه يوصل قبلك ميرسي لك بس مش بس لاقول مشكلته عماد انه عنده خلص الوقت طب لا بس خلص الوقت خلص الوقت خليكم معنا مشاهدينا بريك وبنرجع بنتابع